رغم تعثر المفاوضات، فريق تقني إسرائيلي في القاهرة لمراجعة أسماء الفلسطينيين المحتمل إطلاقهم. الاستخبارات التركية تعتقل صحفيا سوريا في مدينة الباب، وزوجته تناشد التدخل للإفراج عنه. كارثة انهيار سد أربعات شرق السودان، عدد الضحايا والمفقودين أرقام مجهولة حتى اللحظة. ظريف يعلن عودته لمنصب نائب الرئيس الإيراني بعد استقالته بسبب تشكيلة الحكومة. حياكم الله. واصل الجيش الإسرائيلي قصفه الصاروخي والمدفعية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وقد استهدفت مدفعيته المناطق الشرقية في دير البلح، كما طال القصف عدة مناطق في شرق مدينة خان يونس. وقد اندلعت اليوم اشتباكات عنيفة بين مقاتلين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في منطقة حي الزيتون جنوب غرب مدينة غزة. هذا وقد شيعت عائلة ثابت في مخيم المغازي وسط قطاع غزة أما وأطفالها الأربعة من مستشفى الأقصى بعد أن استهدف منزلهم صاروخ إسرائيلي. بنتقموا منا من صغارنا، الام واولادها وبنت حماتها استشهدوا، وين اهدافهم؟ بقول للمجاهدين المجاهدين حيضلوا عله على قلوبهم، والله غير ينتقموا منا، المجاهدين حينتقموا. الله اكبر. هيا اهداف اليهود، هيا اهداف اليهود يا ناس. معي من دار البلح وسط قطاع غزة مراسل الحدث أسامة الكحلوت. أهلا ومرحبا بك أسامة. نبدأ إذن من هذه المشاهد المتجددة المتكررة، تشيع عائلة لأم وأطفالها بسبب استهداف منزلهم بصاروخ إسرائيلي. نعم، هذا الاستهداف كان فجر هذا اليوم في منطقة مخيم المغازي وسط قطاع غزة. تم استهداف هذا المنزل وسقطت ضحية كل هذه العائلة. اليوم تم تشييع هذه العائلة، عائلة ثابت، في ساحة مستشفى شهداء الأقصى الصباح هذا اليوم. الأم وأطفالها الأربعة تم استهدافهم وسقطوا ضحايا جميعا في هذا الاستهداف، مع العلم أن أجزاء كبيرة من منطقة مخيم المغازي تتعرض لقصف مدفع متواصل، وجزء من هذا المخيم أيضا تم إبلاغه بالخروج والنزوح باتجاه المنطقة الغربية بعد توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته في المنطقة الوسطى وفي منطقة جنوب قطاع غزة. الآن الجيش الإسرائيلي يعني يسيطر بشكل كامل على مدينة رفح ويقوم بعمليات قصف متواصلة، وأيضا في مدينة خان يونس يسيطر على المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، والآن في مدينة دير البلح الجيش الإسرائيلي يسيطر على كل المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح ويقوم بقصف عشوائي بالمدفعية الإسرائيلية. أسقط منذ ساعات صباح هذا اليوم 5 ضحايا وعدد كبير من الإصابات، غالبيتهم في شارع المزرعة ومنطقة المحطة، هذه المنطقة التي تعتبر في المنطقة الوسط مدخل مدينة دير البلح، وبالتالي هذا النزوح
الممدوح أدى لخروج أعداد كبيرة من السكان باتجاه المنطقة الغربية، وأيضا هناك أعداد كبيرة من السكان ما زالوا حتى هذه اللحظة في منازلهم. نقل 4 ضحايا في استهداف بالمدفعية الإسرائيلية لمنطقة شارع المزرعة في مدينة دير بلح، وأيضا نقل قبل قليل ضحية 5 جراء الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة سواء كان بالمدفعية أو من خلال طائرات الكواد كابتر التي باتت تلاحق السكان وكل من يتحرك في هذه المنطقة. الكارثة الأكبر هو أن من يصاب في المنطقة الوسطى كما هو الحال ينقل إلى مستشفى شهداء الأقصى، ولكن الكارثة أن المستشفى ليس لديه الآن القدرات ولا الطواقم الطبية الكافية لاستقبال كل هذا العدد الكبير من المصابين. هناك أعداد كبيرة من الطواقم الطبية اضطرت للمغادرة باتجاه المنطقة الغربية لمدينة دير بلح أو باتجاه المنطقة الآمنة التي يدعي الجيش على أنها آمنة، لأن هناك تخوف من المرضى ومن الجرحى ومن الممرضين ومن الأطباء من تكرار سيناريو محاصرة المستشفيات كما جرى مؤخرا في مستشفى ناصر وفي مستشفى الشفاء، واعتقال المرضى والأطباء واعتقالهم وتعذيبهم وحتى قتلهم كما جرى مع بعض الأطباء داخل السجون الإسرائيلية، قتلوا خلال عمليات التحقيق وتعذيبهم داخل السجون بالإضافة لدفنهم في مقابر جماعية، وبالتالي هذا دفع أعداد كبيرة أيضا من الجرحى ليس فقط من الأطباء بل أيضا الجرحى غادروا باتجاه المنطقة الغربية وليس لدى المستشفى القدرة على التعامل مع كل هذا الكم الكبير الآن من الإصابات. المستشفى كان يعاني قبل إخلاء هذه المنطقة، والآن بتنا نشهد إخلاء وبتنا نشهد أيضا عزوف ومغادرة للطواقم الطبية باتجاه المنطقة الغربية تجنبا لتكرار هذا السيناريو. وهذا يعني عدا على عن وجود أعداد كبيرة من المفقودين في مناطق مدخل مدينة دير بلح، هناك أعداد كبيرة من السكان حاولوا العودة لمنازلهم من أجل تفقد منازلهم وخشية من سرقة منازلهم، وعندما تقدموا باتجاه المنازل كان هناك إطلاق نار من طائرات الكواد كابتر عليهم ومن ثم استهدافهم بالمدفعية الإسرائيلية. وهناك أعداد كبيرة الآن من المفقودين في مدينة دير بلح من الشبان سكان المنازل باتوا مفقودين لعدم عودتهم إلى منازلهم وعدم قدرة سيارات الإسعاف للتقدم أكثر باتجاه المنطقة الشرقية من شارع صلاح الدين من أجل العثور على ناجين أو مصابين أو مفقودين أو ضحايا سقطوا خلال هذه الاستهدافات. عدد كبير من المفقودين أيضا ليس فقط في مدينة دير بلح بل أيضا في مدينة رفح، هناك أعداد كبيرة من جثامين الجيش يمنع إدخال أي أحد لإنقاذهم أو نقلهم إلى المستشفيات، وبالتالي الكلاب الضالة باتت تنهش أجسادهم في هذه المنطقة. نتحدث عن ملف بات يؤرق كل سكان قطاع غزة، أكثر من 10,000 مفقود في قطاع غزة، جزء منهم تم اعتقاله ولم يتم الإبلاغ عنه للجهات الرسمية، وبات أهله حتى هذه اللحظة يتنقلوا من مؤسسة إلى مؤسسة لمحاولة التعرف إذا ما كانوا مفقودين إذا كانوا موجودين داخل السجون الإسرائيلية. هناك أيضا بعض العائلات كانت تحاول العودة إلى منازلها في شمال قطاع غزة وقتلهم الجيش الإسرائيلي على مقربة من حاجز نتسريم الموجود في المنطقة الغربية لمدينة غزة، ولم تتمكن أيضا الطواقم الطبية من الوصول إليهم، بل وأيضا الكلاب نهشت غالبية الأجساد وغابت ملامح هذه الأجساد. في بعض الأوقات السيارات الأممية عندما تتنقل بين مناطق الجنوب والشمال تشاهد عدد كبير من الجثامين يتم وضعها على هذه الشاحنات وهذه السيارات ونقلها إلى مستشفيات في مناطق جنوب قطاع غزة، والجزء الأكبر من المفقودين هم ما زالوا حتى هذه اللحظة تحت ركام المنازل المدمرة ولم تستطيع طواقم الدفاع المدني الوصول إليهم. يعني هو تكرار إذن أسامة لكل هذه المشاهد المتجددة منذ بداية هذه الحرب وهي تقفل الآن تقريبا شهرها 11. شكرا جزيلا من دير البلح وسط قطاع غزة مراسل الحدث أسامة الكحلوت. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 5 جراء قصف الجيش الإسرائيلي مخيم نور شمس في طول كرم. وجنوبي الضفة الغربية قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا وأصاب 3 آخرين برصاص المستوطنين الإسرائيليين بمدينة بيت لحم.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوات الجيش الإسرائيلي تستعد لإطلاق عملية عسكرية في الضفة تستمر عدة أسابيع. وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن الأجهزة الأمنية تستعد لإطلاق العملية الواسعة النطاق في أعقاب سلسلة من الهجمات والتحذيرات الخطيرة. وأشارت القناة إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحاول القضاء على التهديدات المتزايدة في الضفة وتحديدا في شمالها، خاصة بعد تصاعد الهجمات ضد الجيش الإسرائيلي مؤخرا. ينقل لنا هذه الأجواء من بيت لحم مراسل الحدث فالح نصير. أهلا ومرحبا بك فالح. ما الذي يجري الآن فالح؟ يعني أجواء استعدادات الجيش الإسرائيلي، نتحدث عن اقتحامات، نفير عام لربما يضاف لسلسلة ما يجري في قطاع غزة. أحمد، هذا بالفعل، وإن كان هناك لا يوجد أي إعلان رسمي بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية، لكن حتى في وجود الإعلام أو دونه فإن ذلك لن يغير من حقيقة الأمر شيئا، لأن إسرائيل تستبيح كافة المناطق الفلسطينية وتشن حربا صامتة على الضفة الغربية بموازاة الحرب العلنية على قطاع غزة. اقتحامات متكررة، عمليات قتل، اعتقالات، اغتيالات، عمليات هدم، تفشي للاستيطان. وفي مؤخرا أيضا هناك أضحى المستوطنون يتقدمون المشهد وأضحوا إحدى أذرع حكومة تل أبيب. نتحدث عن أكثر من 19 فلسطيني قتلوا برصاص المستوطنين، بالإضافة لما يربو على 650 فلسطيني قتلوا بعد 7 أكتوبر برصاص الجيش الإسرائيلي. ما جرى بالأمس إنما يعكس هذه الحالة في الضفة الغربية. قتل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين في قصف باستخدام مسيرة استهدفتهم في مخيم نور شمس. وفي ساعات المساء قتل مستوطن إسرائيلي شابا فلسطيني في منطقة وادي الرحال بمدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية. اليوم جرى تشييع الجثامين وأعلن الإضراب والحداد العام في كل من طول كرم ومدينة بيت لحم بدعوى من الفصائل والقوى الفلسطينية. شلت كافة مناحي الحياة وعلق العمل في كافة المؤسسات باستثناء المؤسسات الطبية والمرافق التابعة لها والمشافي، فيما في حين واصل الجيش الإسرائيلي حملات الاعتقالات التي طالت عددا من الفلسطينيين وشملت مناطق متفرقة ومتعددة بالضفة الغربية. نتحدث عن أكثر من 10,000 حالة اعتقال بعد 7 أكتوبر. السجون الإسرائيلية أضحت مكدسة بالمعتقلين الذين يعيشون في ظروف قاسية وصعبة حسب الشهادات التي أدلى بها الأسرى الذين تحرروا من السجون والمعتقلات الإسرائيلية، الذين وصفوها بأنها أشبه بغوانتانامو في وقت تمارس فيه إسرائيل سياسة التجويع. معظم الأسرى الذين يخرجون من السجون الإسرائيلية فقدوا يعني عدد كبير من الكيلوات من أوزانهم في ظل الظروف الصعبة وتقليل وجبات الطعام. بطبيعة الحال الحديث عن أي عملية عسكرية إسرائيلية بالضفة الغربية لن يغير من حقيقة وواقع الأمر شيئا، فإن إسرائيل تستهدف كافة المناطق الفلسطينية وتستبيحها متى شاءت باقتحاماتها وانتهاكاتها وتصعيدها المتواصل والذي لم يتوقف بل ازداد بناها من أكبر وأوسع بعد 7 أكتوبر. شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، مراسلنا من بيت لحم فالح نصير، شكرا جزيلا لك. وفي التطورات السياسية، قال رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المشاركون في مفاوضات وقف النار في غزة إن إمكانية التوصل إلى صفقة مع حماس ليست عالية بحسب هيئة البث الإسرائيلية. وأكدت الهيئة أن فريقا تقنيا إسرائيليا بقي في القاهرة لمراجعة أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في إطار الصفقة المنتظرة مع حماس. وأضافت أن التوجه الحالي في المحادثات ومحاولة لإثارة التفاؤل والتوصل إلى تفاهمات بشأن المشكلات السهلة، بما في ذلك مسألة السجناء الأمنيين الذين سيطلق سراحهم وتأجيل القضايا الصعبة للنهاية. وقالت هيئة البث إن الفريق التقني الإسرائيلي مقتنع بإمكانية التوصل إلى صفقة دون المساس بالأمن من خلال إقامة حاجز كبير على الحدود بين غزة ومصر بتمويل أمريكي. وكانت الولايات المتحدة قد رفضت القول بانهيار محادثات القاهرة بشأن وقف القتال بغزة، مؤكدة أنها مستمرة وبناءة.
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أوضح أن المحادثات سوف تتواصل على مستوى مجموعات العمل خلال الأيام القليلة المقبلة لحل بعض القضايا العالقة. وعن هذه القضايا أشار كيربي إلى أن بعضها يتعلق بمراحل ووتيرة تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحماس وعددهم وهوياتهم. أما بخصوص هجمات حزب الله اللبناني الأخيرة على إسرائيل، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي عدم وجود تأثير لها على سير محادثات القاهرة. وقد نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقارير موافقة تل أبيب على خفض قواتها في محور فيلادلفي من أجل إبرام اتفاق وقف النار في غزة. وقال المكتب إن نتنياهو متمسك بمبدأ بقاء إسرائيل فعليا في محور فيلادلفي الذي يقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر، والذي مثل نقطة خلاف رئيسة في مفاوضات وقف النار، إذ نشرت إسرائيل قواتها في المحور منذ أشهر وترفض التراجع عن هذه الخطوة. وأكد مصدر مصري رفيع المستوى أن القاهرة جددت تأكيدها خلال جولة المفاوضات الأخيرة لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي وجود إسرائيلي في معبر رفح أو محور فيلادلفي. وكان السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هيرتسوغ قد صرح في مقابلة تلفزيونية بأن إسرائيل ليست ملزمة بالانسحاب من محور فيلادلفي في هذه المرحلة. معي من تل أبيب علي واكد الصحفي المتخصص في الشأن الإسرائيلي، وكذلك من القاهرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس الدكتور أيمن الرقب. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ مع حضرتك سيد واكد. على مدار فقط الأيام الأخيرة نستمع ونلاحظ التقارير التي يعني يكتنزها الكثير من التضارب والتعارض، مرة بشأن تقليل الوجود الإسرائيلي في معبر رفح، مرة يتم الحديث عن رفض إسرائيل لأي انسحاب وأن البقاء للجيش الإسرائيلي سوف يكون كاملا على طول محور فيلادلفي. لماذا هذا التعارض أو هذا التباين فيما ينشر من تقارير أو ما يتم تسريبه من معلومات؟ لأن الجانب الإسرائيلي وبكل بساطة يعني يرفض حتى الآن أي صفقة يمكن أن تؤثر على شكل الحكومة الإسرائيلية. يعني أعتقد أن الصعوبة لا تكمن في تفاصيل المفاوضات بقدر ما هي تكمن بالصعوبة التي يواجهها بنيامين نتنياهو في الحفاظ على ائتلافه في حال حدث أي تقدم في صفقة المفاوضات، وهذا هو الذي يعقد. يعني حتى لو انسحب بشكل جزئي من محور فيلادلفي أو محور نتساريم سيعيب عليه شركائه بن غفير وسموتريتش أنه تراجع وتنازل لحركة حماس، وبالتالي سيبدأان حملة انتخابية من يطوقان بنيامين نتنياهو من الجهة اليمينية، وهذا ما يخشاه بنيامين نتنياهو. وفي أسوأ السيناريوهات هو يراهما ينسحبان من الحكومة ويتهمانه بأنه يعني رضخ لابتزازات أو مطالب حركة حماس. الاعتبارات السياسية هي الاعتبارات الأولى. حينما نتحدث عن تضارب في المواقف الإسرائيلية، أعتقد أن التضارب لا يكمن في الانسحاب، حجم الانسحاب، الانسحاب في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، بقدر ما هو يتعلق بالخلاف المبدئي داخل إسرائيل. معناها هذا يكرر مرة أخرى ويؤكد أن إسرائيل غير جادة بموضوع التفاوض. يعني لا أعتقد أن إسرائيل غير جادة. لو كان الأمر متعلق بالطاقم المفاوض هو كان قد توصل إلى صفقة منذ 8 أو 9 أشهر. المشكلة تكمن في التفويض السياسي الذي يمنحه بنيامين نتنياهو لطاقم المفاوضات. ليس سرا أن كل التسريبات التي تخرج في إسرائيل مصدرها على ما يبدو أعضاء في الطاقم المفاوض. لما لا يكون ذلك سيد علي تأكيدا مرة أخرى على أن إسرائيل غير جادة؟ لأنه أن ترسل وفدا إسرائيليا لا يمتلك تلك الصلاحيات ليقول نعم أو يقول لا، ليؤكد أو ليرفض، ذلك أيضا يعكس لربما عدم جدية إسرائيل في إبرام صفقة. أنا أفضل القول بعدم جدية الحكومة وليس إسرائيل، لأن في إسرائيل المنظومة الأمنية تريد صفقة، الشارع يريد صفقة، الحكومة هي التي لا تريد صفقة. والقرار السياسي بيد رئيس الحكومة بيد نتنياهو، وذلك يعني أن نتنياهو غير ملتزم بإبرام صفقة. طيب أمرر السؤال الآن لدكتور أيمن. هناك فريق تقني إسرائيلي في القاهرة لمراجعة أسماء الفلسطينيين المحتمل إطلاق سراحهم. يعني إن لم يتم التوافق حول البنود الرئيسة،
حول الخطوط العريضة لهذه الصفقة، ما الذي يعنيه وجود هذا الوفد الآن أو هذا الفريق التفاوضي لمراجعة أسماء الفلسطينيين المحتمل الإطلاق سراحهم يعني؟ بعد التحية لك الكريم والأخ علي ولكل السادات والسادة المشاهدين والمتابعين الكرام، نعلم أن طبعا كادت أن يعلن عن فشل المفاوضات يوم السبت، ولكن حتى يبقى الباب مواربا تم الحديث على أن تشكل 4 لجان تقوم هذه اللجان بمحاولة تفكيك العقبات بشكل كبير جدا. يمكن تابعنا خلال الأيام الماضية ما قدم الأمريكان من خلال ما أطلق عليه طبعا محاولات لسد الفجوات بشكل أو بآخر، ولكن واضح أن سد الفجوات هي زادت من الفجوات. نحن ندرك أن الأمريكان ولا الإسرائيليين معنيين بالوصول إلى اتفاق قبل مطلع أكتوبر، وهذا لعدة اعتبارات. اللجان الأربعة التي تشكلت أخي الكريم، لجنة في موضوع معبر رفح، لجنة في موضوع محور فيلادلفيا أو كما نسميه نحن الفلسطينيين محور صلاح الدين، ولجنة تتحدث عن محور نتسريم وعودة النازحين، ولجنة أخرى حول موضوع الأسرى. قيل أننا نفكك الأسل، وقال أن ملف الأسرى هو الأسل رغم ما به من صعوبة، وترك للجان. طب نعرف أن هذه اللجان لا تشارك بها حركة حماس أو المقاومة بشكل مباشر، ولكن سيتم ارسال لها عبر بس حتى موضوع اسماء الفلسطينيين المحتمل اطلاق سراحهم يعني دكتور ايمن، هنا ايضا هناك عقبات. انت تعلم انه في فيتو اسرائيلي على مجموعه من الاسماء، انت تعلم ان اسرائيل تطالب بمجرد اطلاق سراح بعض الاسماء، ذلك يعني نفيهم وهو ما ترفضه حماس. يعني حتى موضوع الاسماء في عقبات كثيره موجوده حوله. يعني اعتبر ملف الأسرى والملف الأسهل، ستقوم حركة حماس مع منحها من الوقت تسليم أسماء الإسرائيليين الأحياء الموجودين لدى المقاومة من فئة النساء والأطفال والرجال فوق 50 عاما والمجندات، فئة المدنيين أو من ينطبق عليهم المرحلة الإنسانية، لكن الضباط والجنود لن يتم تسليمهم حسب المعلومات لدينا في هذه المرحلة، وبناء عليه سيتم الحديث عن عدد الأسرى الفلسطينيين. الحديث بالفعل هناك الإسرائيليين مصرين حتى خلال هذه اللجان على فيتو إسرائيل، والأمريكان يتفهمون ذلك للأسف، فيتو أمريكا على بعض الأسماء، ولكن تطرح حلول وسط أن من لا يريد الإسرائيليين إطلاق سراحهم أن يتم إبعادهم إلى الخارج. أنا أعتقد هذا الأمر قد يكون مقبولا، لأنه في النهاية في مفاوضات، هذه ليست حرب التي سينتصر بها طرف على الآخر ويقضي على الآخر، هذه مش موجود في هذه المعادلة التي نعيشها الآن. صحيح هناك صناعة كراهية كبيرة جدا، ولكن هذه صناعة الكراهية تعني بشكل واضح أن الصراع سيستمر أجيال طويلة، لكن ليس بهذه المرحلة الحسم. طيب أعود لسيد علي واكد. سيد علي، بعض استطلاعات الرأي وبعض التقارير أشارت إلى أن اسم نتنياهو يروج له ويسوق له بشكل أكبر وتأييد له، ممكن أفهم من جنابك كيف يعني هذا الدعم الذي يمكن أن يحصل عليه نتنياهو من الشارع الإسرائيلي وهو لا يعطي أي أولوية لإطلاق سراح الإسرائيليين؟ أنت تتحدث من تل أبيب، بحسب ما تقرأ هل تجد أنه نتنياهو بالفعل مهتم لحياة مواطنيه الإسرائيليين بين قوسين؟ يعني لا أحد هنا في إسرائيل يعتقد أن بنيامين نتنياهو يريد أن يقتل الأسرى الرهائن الإسرائيليين، لكن بنيامين نتنياهو يريد أن لا يتم التوصل إلى صفقة لا يتم بموجبها من على الأقل من جانبه الإعلان عن هزيمة حركة حماس. نجح بنيامين نتنياهو بتسييس ملف الأسرى بحيث وضع معادلة إما صفقة بكل ثمن كما يطالب البعض، وهذا يعني عدم الانتصار على حركة حماس، وإما الإفراج عن الأسرى في إطار بس إطار هذا يعني إسرائيل. هذا يعني أن نتنياهو لا يعطي الأولوية لحياة أسراه عند حماس. لا شك الأولوية بالنسبة لحماس لبنيامين نتنياهو هو القضاء على حركة حماس والانتصار على حركة حماس، والأسرى يعني هم الملحق للرهائن، هم الملحق لهذا الانتصار. ولكن إذا ما نظرنا إلى استطلاعات الرأي، هناك أمر لافت جدا يفسر هذا الدعم الذي يشعر به بنيامين نتنياهو من الشارع، الذي من ناحية بأغلبية ساحقة يريد التوصل إلى صفقة تبادل، ولكن نفس الأغلبية الساحقة تريد الاستمرار في الحرب حتى القضاء على حركة حماس، وفي الوسط حركة حماس لا تريد إعطاء الأسرى الرهائن المحتجزين لديها دون التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وقف مستدام لإطلاق النار. بمعنى هذا هو التناقض الذي يستفيد منه بنيامين نتنياهو، يقول للإسرائيليين إن توصلنا الآن إلى صفقة وبقيت حماس في غزة لن نزيل تهديد قد يكرر ما حدث في 7 أكتوبر. في سؤال الأخير لدكتور أيمن، يتحدث الوسطاء الآن عن
إحراز تقدم، هل هي اللحظات الأخيرة في مستقبل هذه الصفقة؟ يعني أنا بصراحة أرى أنه المفاوضات ستطول خلال شهر سبتمبر، لن نجد طبعا مشارف نهاية هذه الصفقة أو خروج للأمل إلا في مطلع أكتوبر، لأن نتنياهو يريد أن يصل إلى احتفالات أكتوبر وهو يتحدث عن قتل 50,000 شهيد في غزة جلهم من النساء والأطفال، ويتباهى بذلك أن مقابل 1,000 إسرائيل الذين قتلوا قتلنا مقابلهم 50,000 فلسطيني. وبعد ذلك قد يذهب طبعا بعد خطاب النصر إلى الموافقة على تنفيذ المرحلة الأولى فقط من هذه الهدنة. الأمريكان يدركون ذلك، وبالتالي هم يماطلوا في هذه المرحلة الوصول إلى مطلع أكتوبر، تنفيذ المرحلة الأولى والتي تنتهي مع انتهاء الانتخابات الأمريكية، والرئيس القادم من يأتي ترامب أو كاميلا هيرس تتحمل مسؤولية متابعة هذا الملف. هكذا يفكر الطرفان، لذلك الأمريكان لم يمارسوا ضغطا حقيقيا على الاحتلال الإسرائيلي. أنا لا أعتقد حتى هذه اللحظة هناك انفراجة حقيقية، يعني الأربع ملفات كما نتابعها بمعلومات من بعض الأصدقاء، لا الملفات لا زالت صعبة بشكل شكرا. كبير جدا، ولم يتم تفكيك أي ملف، يمكن ملف الأسرى هو أخف ملف في هذا الأمور. إذا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس الدكتور أيمن الرقب، كذلك من تل أبيب علي واكد الصحفي المتخصص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا. ناشدت الصحفية السورية نبيها الطاها زوجة الصحفي بكر قاسم المعتقل منذ يومين لدى السلطات التركية، ناشدت بالإفراج عنه، وأوضحت أنهما قد اعتقلا معا خلال عودتهما من تغطية صحفية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي. وقد كشفت في تسجيل مصور نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنه خلال عودتهما من تغطية صحفية في مدينة الباب اعترضتهما عدة سيارات من الشرطة العسكرية وقامت باعتقالهما قبل أن تفرج عنها بضغط من الصحفيين والأهالي، بينما استمرت باعتقال زوجها وسلمته للاستخبارات التركية. كما ناشدت جميع المنظمات والهيئات الدولية والمحلية بالضغط على السلطات التركية للإفراج عن زوجها. بكر تم اعتقاله بتاريخ 26/8 الساعة 4:30 بعد العصر تماما. كنا أنا وبكر عم نغطي المعرض الصناعي، طلعنا من المعرض الصناعي باتجاه البيت، فجأة عند الدوار، دوار الحلب ما يسمى بالباب، تم توقيفنا من قبل الشرطة العسكرية والاستخبارات التركية. طبعا كان في سيارات كتير، أنا من الوهلة ما بعرف مين كان موجود بالسيارات مين هن، لكن الشيء اللي بعرفه أنه الاستخبارات التركية بالتعاون مع الشرطة العسكرية تم اعتقالي واعتقال بكر. بكر أخذ أول شيء ما عرفت لوين، وأنا تم يعني أنا وصلت لعند رئيس الفرع، رئيس الفرع الشرطة العسكرية بالباب، تقريبا قعدت ساعتين عنده لحتى كان صار في ضغط من الشباب الإعلاميين الموجودين هون، الأهالي بالمنطقة الموجودين هون، صار ضغط لحتى تم الإفراج عني. لكن بكر ولحد هاي اللحظة ما بعرف عنه أي شيء سوى أنه هو موجود عند الاستخبارات التركية بحوار كلس، ما في أي تهمة مثبتة عليه، وأساسا ما في تهمة رح تثبت عليه. معي من مدينة الباب شمال شرق حلب الصحفية نبيها الطاها زوجة الصحفي السوري المعتقل بكر القاسم. سيدة نبيها أهلا ومرحبا بحضرتك. ببساطة، لأنه عندما رأينا هذا الفيديو كنت بحالة من التوتر والارتباك لربما الانهيار، ما الذي جرى معكما؟ اللي جرى واضح جدا، ما في شيء إضافة عن الشيء اللي حكيته. تم اعتقالنا بمدينة الباب بتاريخ 26/8 الساعة 4:30 تماما. كنا نحن عم نغطي المعرض الصناعي التجاري الأول بمدينة الباب. خلال توجهنا للبيت تم اعتقالنا من قبل عناصر من الشرطة العسكرية والاستخبارات التركية. ما بعرف السيارات تابعة لمين بالضبط، لكن أنا اللي شفتهم هن عناصر شرطة عسكرية. تم أخذي أنا بسيارة وبكر طلع بسيارة تانية. أنا رحت على الفرع الشرطة العسكرية تقريبا بعد ساعتين من ضغط اتحاد الإعلاميين السوريين، من ضغط الشباب الصحفيين الموجودين، من ضغط الأهالي، من ضغط عائلتي بمدينة الباب. تم الإفراج عني لكن دون أي معلومات عن بكر. أنا لحد هاي اللحظة ما بعرف أي معلومات عن بكر سوى أنه هو موجود بمنطقة حوار كلس عند الاستخبارات التركية. يعني آخر مرة رأيتي الصحفي بكر زوج حضرتك كان قبل يومين لحظة الاعتقال. عزان أنا آخر مرة امبارح ساعة 4:30 اعتقل بكر. يعني طيب. تقريبا صار له 24 ساعة طيب. بكر معتقل.
طب أنا أيضا بحسب ما بعرف وبحسب ما ذكرتي سيدة نبيها أنه زوجك يعمل مراسلا أو صحفيا مع الأناضول التركية، بالتالي صحيح. بالتالي يبدو الأمر غريبا أنه هو أصلا يعمل يعني مراسلا أو صحفيا مع وسيلة إعلام تركية، باعتقادك لماذا تم اعتقاله؟ مع الأسف ما عندي أي معلومات عن مجرى التحقيق، شو صاير بالتحقيق، مشان شو هذا التحقيق، لحد الآن ما حدا بيعرف شيء. أنا عم تابع الأمور مع الأشخاص المعنيين. يعني أنا بقصد سيدة نبيها، بقصد هل تعتقدين بأن تغطية صحفية معينة كان زوجك يعني قام بهذه التغطية لها علاقة باعتقاله؟ لا أعلم بالضبط، لكن وإن كان هذا موجود انتهاك صحفي بحق صحفي عم يشتغل بالمنطقة السورية اللي هي تعتبر منطقة حرب، هذا يعتبر جريمة. طيب أيضا سيدة نبيها، أنت قلتي أنه تم اعتقالك لساعتين أو أكثر، ما طبيعة الأسئلة التي طرحت عليك؟ يمكن من خلال هذه الأسئلة يمكن التوصل لطبيعة الاتهامات الموجهة لزوج حضرتك. من سألت ولا سؤال ابدا ابدا ابدا. كنت انا اللي عم بسال وين زوجي، ووصلوني لزوجي، ما حدا جاوبني ابدا لحد هاي اللحظه. الجواب اللي اخذته زوجي هو بطوار كلس عند الاستخبارات التركيه فقط. طب انت ايضا ذكرتي بالفيديو سيده نبيها انه الرجاء عدم تداول اي معلومات غير صحيحه او شائعات وما الى ذلك، يعني هل وصل إلى مسمعك أي شائعات بخصوص اعتقال زوجك؟ أستاذ، يعني بتم اعتقال أي شخص في كتير شائعات رح تطلع منها كلها غير صحيحة، فطبيعي أنا طالب من كل الشباب الصحفيين والجهات الصحفية ما تنشر شيء أنا ما صرحت فيه. أنا زوجته وأنا المعنية بالموضوع، أي شيء رح يصير أنا رح صرح فيه مباشرة، رح أتواصل مع الكل وصرح فيه، لكن الشائعات هي بتضر أكثر ما تنفع. ولذلك يعني سيدة نبيها تمت استضافة جنابك حتى يعني تفهم هذه القصة، وحتى أيضا يعطى المجال لحضرتك والوقت الكافي وتقدمي مناشدتك. شو مناشدتك بختام هذا اللقاء سيدة نبيها؟ مناشدتي للسلطات التركية، المخابرات خاصة والسلطات التركية، الإفراج عن بكر، ونشرتي لكل الجهات الدولية والمحلية الضغط للإفراج عن بكر، الضغط لمتابعة الموضوع، الضغط لحتى نعرف بكر شو موضوعه، وين هو، شو عم يعمل، شو صاير حاليا. أنا بعرفه بس مثل ما قلت لك هو بحوار كلس، ما بعرف شيء ثاني. كل الأشخاص اللي عم تابع معنا فقط عندهم هاي المعلومة. اتحاد الإعلاميين السوريين نزل أيضا بيان وعميدين فيه الجهات اللي اعتقلت، لكن نحن ما وصلنا لأي معلومة. فأنا طالب وبناشد المجتمع الدولي، ممارسة حقوق الإنسان، مراسلين بلا حدود، حماية الصحفيين السوريين، أي جهة مختصة بالصحفيين السوريين، الضغط على السلطات التركية للإفراج عن بكر. شكرا جزيلا. إذا من مدينة الباب شمال شرق حلب الصحفية نبيها الطاها زوجة الصحفي السوري المعتقل بكر القاسم، شكرا لحضرتك ويعطيك ألف عافية. فاصل قصير ونواصل. تعايش الآن أحداثاً لم ترها البشرية من قبل، أخباراً غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصاً وحكايا. احنا اليوم نكتة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث
لحظة حدوثه. الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائماً في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. أهلا بكم من جديد. أعلنت الصحة السودانية أن 132 شخصا قد لقوا مصرعهم نتيجة السيول الغزيرة التي ضربت البلاد. السلطات السودانية أوضحت أن 10 ولايات قد تأثرت بالسيول، وهو ما قد أدى إلى انهيار سد أربعات في بورت سودان وانهيار نحو 24 ألف منزل كليا أو جزئيا، تركزت أغلبها في الولايتين الشمالية ونهر النيل. مضت أكثر من 48 ساعة على انهيار سد أربعات شمال مدينة بورت سودان نتيجة السيول والأمطار الغزيرة دون أن تقدم الجهات الرسمية معطيات وأرقاما عن عدد الضحايا والمفقودين. وقالت تقارير غير رسمية إن السيول الجارفة المحملة بكميات هائلة من الأتربة قد مسحت عشرات القرى بشكل كلي عن الأرض، وأشارت إلى غياب فرق الإنقاذ والمساعدات الإنسانية للمتضررين من هذه الكارثة، مما ضاعف من معاناة السودانيين هناك. قال رئيس الهيئة الشعبية للعمل الإنساني في شرق السودان إن مدينة توكر قد أصبحت معزولة تماما، وقال إن نحو 120 ألف سوداني قد أصبحوا مشردين بلا مأوى جراء انهيار سد أربعات، وأضاف أن المياه قد غمرت المدينة تماما، مما أدى إلى خسائر في الأرواح والممتلكات وفقدان أعداد كبيرة من السكان لم تتم معرفة عددهم حتى الآن. أحد المنازل المتأثرة في منطقة الجرير في محلية مروي بعد سيول وأمطار غزيرة استمرت لضهاء 5 ساعات، أثرت بشكل كبير على المنازل في المنطقة. يعني اضطر السكان لإجلاء النساء والأطفال نحو منازل أقارب أو أصدقاء. حتى الآن لا تدخل للسلطات في المنطقة لإغاثة هؤلاء المتضررين، وما زالت السيول تندفع في عدد من المناطق. أحد المنازل في منطقة الجرير جرف السيل بعض من المنزل، ربما الصورة هي الأكثر تعبيرا عن الوضع. وهذا منزل آخر ربما قادره أهله بعد أن أصبح آيلا للسقوط بعد أن حاصرته المياه. الله يا دوسكو ساكي، واحد سيول واحد أمطار واحد غيث، والله هذا سيدي فوق عندنا رسول انتهت مننا توب، نحمدك يا الله. معي من أم درمان مراسل الحدث نزار البغداوي. أهلا ومرحبا بك نزار. آخر تحديث على أعداد الضحايا والمفقودين بحسب ما يصل إليك وبحسب اطلاعك نزار؟ النسب الآن تمضي في ازدياد من واقع ما تشهده عدد من مناطق السودان. آخر الإحصائيات التي كانت تتحدث عن تأثر وتضرر أكثر من 434 منطقة خلال التقرير الذي رصدته لجنة الطوارئ المركزية الاتحادية، هذا العدد يبدو أن الساعات الماضية ستضيف إليه أعدادا إضافية
من واقع المتابعات ومن واقع ما حدث في الولاية الشمالية في مناطق الجولد وضنقلة وكريمة وقرى مروي والجريرة الكبرى. هذه قرى تقع في الولاية الشمالية شمال السودان، تضررت وتأثرت بشكل مباشر وكبير خلال الساعات الماضية نتيجة السيول والأمطار التي هطلت بغزارة مخلفة مئات المنازل التي دمرت بشكل جزئي وكلي. هذه الصور تنتقل أيضا بشكل مباشر إلى شرق السودان في مناطق توكر، عقيتاي، مرافيد، في أقصى جنوب ولاية البحر الأحمر منطقة توكر. عشرات القرى الآن تم إعلانها من قبل ساكنيها وقاطنيها بأنها مناطق معزولة ومناطق منكوبة. ذات المشهد يتكرر في ولاية كسلة في منطقة شمال الدلتا ومنطقة ريف أروما. هذه المناطق قبل يومين أحصينا أكثر من 40 قرية تأثرت بشكل مباشر جراء أيضا موجة السيول والأمطار وتدفق مياه نهر القاش الذي يأتي من المرتفعات الأريترية في ولاية كسلة. الآن الأضرار ترتفع، هذا مؤكد بطبيعة الحال. الحكومة الآن تواصل في حصر أعداد الضحايا وأعداد المنازل التي دمرت في شمال السودان وفي ولاية نهر النيل وفي الولاية الشمالية. أيضا لا ننسى أن نذكر بأن هنالك منطقة جغرافية في أقصى غرب السودان هي ولاية غرب دارفور وولاية شمال دارفور. أيضا لصعوبة الأوضاع الأمنية وصعوبة الوصول إلى تلك المناطق تصل برغيات الإغاثة من النازحين من اللاجئين على الحدود بأن الأوضاع جد معقدة نتيجة السيول والأمطار التي غزلت بهطال غزلت بصورة كبيرة خلال الساعات الماضية. ممكن نزار يعني أستثمر فرصة وجودك لنشير إلى يعني هذا السد الذي انهار أربعات، هو أنشئ في 2003 بحسب التقارير الموجودة والمنشورة. هل كانت هناك أعمال صيانة دورية لهذا السد؟ هل كان متوقعا بالفعل أن يصل حال السد أو أن تصل هذه الحال إلى الانهيار وبالتالي حصول هذه الكارثة؟ في الحقيقة ما لا يذكر عندما يتم الحديث عن سد أربعات وهذا السد الذي تدمر من واجهته الأمامية، هذا السد لأكثر من 6 أشهر لم يكن داخل نطاق الخدمة، أي بأن مدينة بورسودان لم تستفد خلال الأشهر الماضية من مياه هذا السد. أولا لأن مياه الأمطار لم تكن بذات الغزارة التي هطلت فيها الآن. المستوى الثاني من الإجابة أن منطقة سد أربعات أو المنطقة التي كانت تضم المياه وتنحصر فيها المياه خلال الأشهر الماضية أيضا كانت جزئية السد أو المنطقة التي كانت من المفترض أن تحوي المياه كانت مليئة بالطمي. هذا الأمر جعل المياه عندما وصلت خلال الساعات الماضية إلى جسم السد تندفع بشكل مباشر، إلى جانب أيضا التقارير الأولية التي بدأت تتحدث عن غياب الصيانة لأكثر من 2 أو 3 أشهر لهذه المنطقة، إلى جانب أيضا كمية الأمطار التي هطلت بغزارة. كل هذه العوامل أدت بشكل مباشر إلى أن تصبح الصورة على ما هو عليه عندما تدمر الجزء الأمامي أو الواجهة الأمامية لهذا السد الذي يحوي أكثر من 25 مليون متر مكعب من المياه. شكرا جزيلا من أم درمان مراسل الحدث نزار البقداوي، يعطيك العافية. أول مرة في تاريخ السودان نهنا، يعني حتى لو تبرنا سيول ما بتجينا سيول بالطريقة دي، وإنما هو هذا هو آثار كس السد زي ما شايفين الصورة.
عبر حسابه على منصة إكس، أعلن جواد ظريف عن عودته لمنصب نائب الرئيس الإيراني بعد استقالته بسبب تشكيلة الحكومة. وقد برر ظريف قراره بأنه قد جاء بعد متابعات ومشاورات مع الرئيس الإيراني الذي صدق بحملته الانتخابية بحسب قوله. وكان ظريف وبعد 10 أيام فقط من تعيينه قد أعلن عن تقديم استقالته كمساعد للشؤون الاستراتيجية بسبب ما أسماه حينها بخيبة أمله من التشكيلة الحكومية المقترحة. معي مباشرة من لندن رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية الدكتور علي نوري زاده. أهلا ومرحبا بحضرتك دكتور علي على شاشة الحدث. أسأل في البداية، لماذا عاد ظريف؟ أعلن استقالته قبل 10 أيام، ما الذي استجد ليعود مرة أخرى ويعلن عن عودته في هذه التغريدة على إكس؟ تحياتي عزيزي. حتى صباح اليوم، يعني حتى تشكيل اجتماع المرشد مع الوزراء، لم يكن ظريف بصدد الذهاب إلى مقر المرشد، بل ما حصل إنما اتصل به الدكتور بيزشكيان. ظريف قال هو يطالب المرشد أن أو يكرمه أو أن يؤيد تعيينه، فهكذا تم الاتصال به. فلذلك ظريف اعتذر بسبب تأخيره الحضور في الاجتماع. هكذا تم اتصال بجواد ظريف، كما سبق اتصال بوزير الثقافة من قبل المرشد لما رفض الوزارة وشارك في هيئة الوزراء. واليوم ظريف قد عاد بعد حصوله على ضمانات، لأنه أولا حسين شريعت مداري مدير صحيفة كيهان وممثل ولي الفقيه هاجم ظريف وقال ليس له مكانا بداخل هيئة الوزراء لأن ابنه لديه جنسية أمريكية. وقد شرح ظريف بأن من يولد في الولايات المتحدة الأمريكية يحصل أوتوماتيكيا على جنسية الأمريكية. فهكذا ظريف كان يعني خيبة أمل دفعت ظريف لإعلان استقالته. ولكن اليوم بعد تعيين مساعدا لرئيس الجمهورية من أهل السنة، أحد شروط ظريف هو كان يريد سنيا يتولى. أنت تشير إلى تعيين يعني سياسي من الأقلية الكردية السنية نائبا للرئيس لشؤون التنمية الريفية والمناطق المحرومة في البلاد. نعم، هذا شجع ظريف للتراجع عن قراره السابق وقبول منصبه. منصب ظريف منصب مهم، هو نائب مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية، يعني كل ما مرتبط بالسياسة الخارجية، بسياسات النظام العظمى، سياسات الكبيرة مثل الحجاب وغير ذلك، تدخل في ضمن مسؤولية محمد جواد ظريف. وهو سبق أن وعد وعودا كثيرة للناخبين وكان له دور مؤثر في فوز التشكيلة الحكومية. يا دكتور علي، التشكيلة الحكومية عندما نتحدث عن نواب الرئيس الوزراء ونواب الوزراء، هل بالفعل أصابها تغيير بحيث أن الأقليات قد مثلوا، النساء قد مثلنا، هناك حضور للشباب في هذه الوزارة أم ماذا؟ لأنه هذا ما نفهمه حقيقة بتغريدة ظريف على إكس. هناك سيدة تتولى منصب وزارة الطرق والإسكان، فهناك مساعدا سنيا لرئيس الجمهورية، وهناك عدد من الشباب يعني عمرهم تحت 50 و40 عاما، هؤلاء مشاركين في الحكومة، رغم أن متوسط العمر في الحكومة 60 عاما، ولكن رغم ذلك نرى بعض وجوه شابة وبعض وجوه مقبولة لحد ما لدى جانبا من المجتمع، يعني خلافا لحكومة رئيسي المرفوزة تماما. بس هو قال إنه 70%، قال إن 70% من الذين تم اقتراحهم من قبل هذه لجنة الخبراء قد عينوا في هذه الوزارة. هكذا ظريف قال، ولكن دعني أقول لكم أمرا مهما. المرشد اليوم أكد بأنه
كان محل تشاور استشارة من قبل رئيس الجمهورية في اختيار الوزراء، لأنه دكتور بيزيشكيان قد قال ذلك في البرلمان، ولكن تعرض لهجمات من قبل ما يعتبرون أنفسهم أقرب إلى المرشد. فهؤلاء قالوا لماذا قام الزريف بإنفاق يعني مرشد وبالاستفادة من اسم المرشد للحصول على تعيين البرلمان، ولكن اليوم مرشد أكد بأنه كان محل تشاور، أكد بعض الوزراء، أيد بعض الآخر، وبالنسبة لمن لم يكن يعرفه ترك الاختيار. بس يعني برضو إذا سمحت لي دكتور علي، نحن عندما نتحدث عن عودة ظريف الآن، هل يعني كل ما حصل الاستقالة قبل 10 أيام هي فقط للاستهلاك الإعلامي؟ يعني عندما نتحدث عن حكومات إصلاحية مثلا كان الموضوع أفضل في عهد بحكومة أحمدي نجد، عندما نتحدث عن مواصفات الحكومة الإصلاحية كان الوضع أفضل بعهد روحاني، بالتالي هل فقط تسمية هذه السيدة وهذا الشاب وهذا السياسي من الأقلية الكردية السنية يعني أرضى غرور ملامح الحكومة الإصلاحية عند ظريف؟ أولا أقول لك بأن من يقرر في إيران ليس زريفاً ولا بيزشكيان ولا غيره، المرشد هو الذي يقرر، فهؤلاء ينفذون أوامر وتعليمات المرشد، ولكن هناك أساليب مختلفة بين أسلوب أحمدي نجاد الشعبوية وأسلوب بيزشكيان، وهو بطبيعة الحال رجل مثقف وليس عنده سابقة مالية سيئة، لم يكن متورطا في الرشاوي وفي الوصول على أموال خاصة، فهكذا هناك نوع من الثقة به داخل حتى داخل مؤيدي الحكومة، هم يعتبرون أن بيزشكيان له تنسيق مع المرشد. طب هذه الفكرة اتضحت دكتور علي بالدقيقتين أو أقل المتبقيتين، لماذا لم نسمع من هؤلاء الإصلاحيين أي حديث عن شرطة الأخلاق اللي فجرت يعني ثورة، فجرت الشارع الإيراني؟ لم نسمع شيئا عن منظور الإصلاحي في السياسة والاقتصاد وما إلى ذلك، أم أن الموضوع متعلق بعودة ظريف لمجاملة الأمريكان؟ بالتأكيد أخي، بالتأكيد. أولا موضوع الحجاب كما قال المرشد هو أحد أركان النظام، فلذلك ليس لظريف وبيزشكيان وغيره أي سلطة أو أي اختيار لتحديد سياسات النظام تجاه الحجاب، فهكذا. وأيضا موضوع المباحثات النووية، فهكذا. أنا أعتقد بأن وجود زريف على أقل تقدير سيساعد بيزشكيان لتبرير بعض قراراته عند المرشد، فزريف سبق أن نجح في موضوع البرجام والاتفاقية النووية، والاتفاقية ستنتهي بعد عام، وهم يفكرون باتفاقية جديدة، ومساعد زريف هو وزير الخارجية عباس عراقچی، هكذا. يعني نرى تنسيقا أكثر داخل الحكومة الآن بوجود زريف، على الأقل خلال الفترة المتبقية من عمر الحكومة الديمقراطية إذا بقيت، يعني إذا بقيت حتى ذلك الوقت. شكرا جزيلا إذن من العاصمة البريطانية لندن، رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية الدكتور علي نوري زادي، شكرا جزيلا. إلى العناوين. رغم تعثر المفاوضات فريق تقني إسرائيلي في القاهرة لمراجعة أسماء الفلسطينيين المحتمل إطلاقهم. الاستخبارات التركية تعتقل صحفيا سوريا في مدينة الباب وزوجته تناشد التدخل للإفراج عنه. كارثة انهيار سد 4 شرق السودان، عدد الضحايا والمفقودين أرقام مجهولة حتى اللحظة. ظريف يعلن عودته لمنصب نائب الرئيس الإيراني بعد استقالته بسبب تشكيلة الحكومة. إلى اللقاء.